السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص المترشحين والمترشحات الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا 2021. الناس اللي دافعين باش يدوزوا امتحانات البكالوريا 2021، هذا الفيديو كيخصكم، مرحبا بكم. إذا كما كتشوفوا في عنوان الفيديو، اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا 2021. اليوم الوزارة لاحت البلاغ النهائي اللي كيخص اللوائح النهائية، يعني المترشحين المقبولين بصفة نهائية باش يجتازوا امتحانات البكالوريا دورة 2021 إن شاء الله. إذا بقوا معايا باش نعرفوا شنو قالت في هذا البلاغ وشنو المضمون ديال بلاغ الوزارة. إذا بلاغ إخباري صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا البلاغ هو هذا، بلاغ إخباري. يلا لحتوا الوزارة اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 بخصوص نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا نشوفوا المضمون ديال لهذا البلاغ. إذا تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنه تم الإعلان يومه الجمعة 5 فبراير 2021 عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021. إذا الوزارة كتقول للمترشحين أنه اليوم لاحت اللوائح النهائية للأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا ديال هذا العام، وتمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البث في طلبات ترشحهم وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية. إذا الوزارة صفطات لكل المترشحين النتيجة ديال البث في طلبات ترشحهم، يعني النتيجة واش مقبولين ولا لا، وكذلك الشكايات اللي كانوا توضعوا من بعد الإعلان الأول جاوبتهم الوزارة يعني بالقبول أو بالرفض. ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية لترشيح الأحرار، هي هذه البوابة غتدخلوا ليها باش تشوفوا الوضعية ديال الطلب ديالكم. وتجدر الإشارة إلى أن المترشحين الأحرار الواردة أسماؤهم في اللوائح النهائية والذين لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اختبارات التربية البدنية سيتوصلون باستدعاءات شخصية لاجتياز هذه الاختبارات وفق البرمجة المعتمدة من طرف كل أكاديمية جهوية التربية والتكوين على حدة. إذا الوزارة كتقول لكم بأن المترشحين اللي ما صيفطوش في الملف الطبي ديالهم يعني شي شهادة كتعفيهم الاختبار التربية البدنية، بأنهم غادي يتوصلوا في حال المترشحين الآخرين غادي يتوصلوا باستدعاءات باش يدوزوا الامتحان ديال التربية البدنية ديال السبور. وهذا الشيء كيخص كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على حدة، يعني كل أكاديمية وفوقاش كدوز هذا الامتحان أو هذا الاختبار ديال التربية البدنية. إذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. مرحبا بكم في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الأخبار وجميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنتمنى لكم النجاح وإن شاء الله البكالوريا 2021 تكون من نصيبكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.